طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. حيك هذا ديما نقولك الصراحة من المسألة اللي حرصتي باش تقولها هو أولا يعني التنوع الجديد وتشغيل هذه الروائح. إذا حنا نطلب من المواطن أنه حتى هو يغامر معنا من أجل هذا المبتغى اللي بغاه صاحب الجلالة واللي بغاه المواطن بصفة عامة. الحملة التي سنعتمد على الوسائل الرقمية، الحملة التي سنعتمد على سياسات جديدة في تتبعها خصوصا في قربنا للمواطن مع الاحترازات في ظل هذا الوباء الله يرفع علينا على البشرية جمعاء. الحمد لله وفرنا آليات للقرب، وفرنا آليات للتواصل، وفرنا كذلك خطة عمل جريئة اللي فيها جرأة في التفكير، جرأة في التنفيذ، واللي سنطمح من خلالها إن شاء الله لتغيير إن شاء الله وجه هذه المدينة، وجه معالم هذه المدينة، إذا حصلنا على نتائج جيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم.